جدا عندنا في الاناتومي، وبالذات بترتيبهم كده رقم واحد الليفر. ادي كده الليفر قدامي اهو، ده مكان الليفر في جسمي، ده الاناتوميكال بوزيشن بتاعه. عندي حاجه اسمها ليفت لوب، عندي حاجه اسمها رايت لوب، ده الايبكس اوف ذا ليفر، ده كده بيسموه البيز اوف ذا ليفر. ليه انتيريور سيرفس، بوستيريور سيرفس، ليه سوبيريور، وليه انفيرور. يلزمني في ايه بقى الليفر؟ انا كده على الليفر من قدام، ادي الليفت اناتوميكال لوب، ادي اناتوميكال لوبس. اجي ورا ادي بردك الليفت اناتوميكال، وكل ده اسمه الرايت اناتوميكال لوبس، مفصولين عن بعض بايه؟ فيشر فور ليجامنتم فينوزم، فيشر فور ليجامنتم تيرس. يبقى فيشر فور ليجامنتم فينوزم، فيشر فور ليجامنتم تيرس، يعني كده اسمها البورت هيباتس، ده كده اسمه الانفيرو فيناتيف. وادي كده الجول بلاد، راح مخلوق لي هنا كده لوب وهنا كده لوب. اللود ده بيسموه الكوديت لوب، اللود ده كده بيسموه الكوادريت لوب. قال لا بقى عندي ليفت اناتوميكال لوب ورايت اناتوميكال لوب، اتعمل له سب ديفيجن لكوديت لوب، كوادريت لوب، وحاجه اسمها رايت لوب بروبر. لو جيت انا مسكت ايديا كده بقى هنا ورحت جايب الكوديت مع الكوادريت مع الليفت وحطيتهم في جنب واحد بقى اسمه ليفت سيرجيكال لوب. يبقى انا بقول لك ما هو الليفت سيرجيكال لوب؟ هو الليفت اناتوميكال زائد الكوديت اند كوادريت، وده بيكون تقسيمه اكوردنج تو ذا سبلاي، ده اكوردنج تو ذا سبلاي اوف ذا ليفر. يبقى تاني ادي الليفت اناتوميكال، ادي الكوديت كوادريت، ادي الرايت لوب بروب. نبدا بالنسبه للسبوتنج الموجود على الريليشنز. انا كده على البوستيريور سيرفس هاخده من الليفت للرايت، من الايبكس للبيز، هلاقي الاتي. اول حاجه هنا كده الاسوفوجيا الامبريشن، يبقى هنا كده الاسوفوس، وراها فيشر فور ليجامنتم سبينوزا، وراها الكوديت لوب، وطلع منه بروسيس اسمه الكوديت بروسيس، اللي هو وصل ما بين الكوديت لوب والرايت. وراها الانفيرو فيناكيفا، وراها البير اريا اوف ذا ليفر. يبقى تاني كده فروم ليفت تو رايت اوسوفاجس فيشر فور ليجامنتم فينوزا كوديت لوب كوديت بروسيس انفيرو فيناكيفا بير اريا اوف ذا ليفر. نيجي نمسك الانفيرو سيرفس بردك من الليفت للرايت، هلاقي جاستريك امبريشن، وراها فيشر فور ليجامنتم تيرس، وراها الكوادريت لوب نفسه. ولما تيجي تبص على الكوادريت لوب نفسه، الدكاتره اللي قاعد ورا، اللي قاعد ورا يجي يبص معايا عشان بس انا بشرح نظري بس بص خلاص، يعني حتى في مكان هنا كده جنبي فاضي ممكن يجي هنا كده شويه. ادي كده الليفت اناتوميكال لوب اهو، هلاقي هنا كده حاجه اسمها جاستريك امبريشن، وراها فيشر فور ليجامنتم تيرس، وراها ده كده اسمه الكوادريت لوب. والكوادريت لوب ده فيه ثلاثه سبوتس من فوق لتحت، واحد اثنين ثلاثه، بايلورس ترانسفيرس كولون بالترانسفيرس ميزو كولون بتاعه. يبقى البايلورس بالترانسفيرس كولون بالترانسفيرس مين؟ ميزو كولون. اشيل الجول بلادر، الاقي ديودينال فليكشن، وراه كوليك فليكشن، فوقيهم رينال امبريشن، تاني جاستريك امبريشن، فيشر فور ليجامنتم تيرس، كوادريت لوب، بايلورس لسر سوري بايلورس ترانسفيرس كولون ترانسفيرس ميزو كولون، ديودينال فليكشن، كوليك فليكشن،
رينال امبريشن. تاني ليفت اند رايت اناتوميكال لوبس من قدام ما بينهم فالسي فورم ليجمنت. ادي ليفت اند رايت اناتوميكال لوبس من ورا ما بينهم فيشر فور ليجامنتم فينوزم فوق فيشر فور ليجامنتم تيرس تحت. مسكت السبوتس اللي على البوستيريو سيرفس من الليفت للرايت اسوفوجيال امبريشن فيشر فور ليجامنتم فينوزم كوديت لوب بالكوديت بروسيس بتاعه انفيرور فينا كيف بير اريا اوكسلر. مسكت السبوتس اللي على البوستيريو سيرفس من الليفت للرايت جاستريك امبريشن فيشر فور ليجامنتم تيرس كوادريت لوب ثلاثه سبوتس من فوق لتحت بايلورس ترانسفيرس كولوم بالميزو كولوم بتاعته ديودنال فليكشن كوليك فليكشن رينال امبريشن. ادي كده الجول بلانر بتاعتي ليها فندس ليها بادي ليها نك ليها سيستك دكت. ادي فندس ادي بادي ادي نك ادي سيستك دكت. طبعا لو فتحت في الجول بلانر يبقى مش هنخسر. نبص كده مع بعض بقى المجموعه دي كده دي كده البورتا هيباتس. ترتيب الاستراكشر اللي في البورتا هيباتس تبقى ايه؟ من فوق لتحت هلاقي البورتا فين؟ اشيله هلاقي تحتيه ارتر اهو شايفين اليومين بتاعه؟ ادي كده هيبات الارتر اشيله الاقي الكومون هيبات الضغط يبقى بورسا فين؟ هيبات الارتر كومون هيبات الضغط. ادي كده البورتا هيباتس ادي البورتا فين اشيله الاقي تحتيه ادي الهيباتيك ارتر شايفين اليومن بتاعه اشيله الاقي تحتيه الكومون هيباتيك ارتر يبقى بورتا فين هيباتيك ارتري واخيرا تحت كومون هيباتيك ارتر. ادي البورتا فين الاقي تحتيه الهيباتيك ارتري الاقي تحتيه الكومون هيباتيك دكت يبقى بورتال فين هيباتيك ارتري كومون هيباتيك دكت. وانا ورايا ادي بورتال فين اشيله الاقي تحتيه اللي فيها اليوم دي ادي الهيباتيك ارتري اشيلها الاقي تحتيها من يوم ادي الكومون هيباتيك دكت بورتال فين هيباتيك ارتري كومون هيباتيك دكت. تمام كده كومون هيباتيك دكت هيمسك فيها السيستيك دكت بالمنظر ده كده لو بيتغير اسمها ايه؟ اسمها كومون بايل دكت ينزل كده. يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ للليفر. تاني اورجان عندنا هو الاسبلين. ادي الاسبلين اهو اول حاجه لما تدخل اعرف ده الاسبلين عشان بس هنسمع حاجات عجيبه في سنه سنه. انت اسبلين دي مش كدني. ده كده اسبلين. طب افرقه عن الكدني ازاي باليورتر؟ يا نهار اسود احنا وصلنا للدرجه دي اه واكتر من الدرجه دي كمان. اظن ده ليفر. مش عيب ان انا افرقه عن حاجه ثانيه. الاسبلين افرق الاسبلين عن الكدني ازاي؟ ان في يورتر اه. لو ما لقيتش اليورتر ده تمام؟ لو ما لقيتش اليورتر ده يبقى لك الكلام خلاص. لا مش انا خلاص كده. يبقى ده كده اسبلين. الاسبلين دوت عايز احطه في الاناتوميكال بوزيشن الصح بتاعه ازاي؟ يقول لك حط الاسبلين على ايديك الشمال بحيث ان السيرفس ده كده الاقرع ده ده بيسموه الكوستال سيرفس ملوش حاجه خالص ده لاتر ده كده الميديا سيرفس ده فيه كده نقط كده حاجه اسمها الهايلر اوف ذا اسبلين. حط اللاتر سيرفس ده كده على ايديك الشمال والهايلر انت شايفه بعينيك خلاص كده. يبقى انا حاطط الاسبلين على ايديا مين؟ الشمال والهايلر شايفه مين؟ بعينيا. يقول لك الاسبلين ليه تو اند ليه ميديال اند ولاترال اند. الميديال اند بتبقى ميديوم واللاترال اند تبقى لارج. يبقى الميديال اند هي مين؟ هي الصغيره واللاترال اند هي مين؟ هي الكبيره. حتى تلاقي شكل ايدك هتلاقي الميديال اند ميديوم لكن اللاترال اند ايه؟ لارج اهو. ميديال اند ميديوم لاترال اند لارج.
صبعك ده جوه النوتش اللي اسمه سبلينك نوتش. يبقى انا كده ماسك الاسبلين صح. يبقى انا مسكت الاسبلين ازاي؟ احطه على جسمي كده. مسكته ازاي؟ قصة السيرفس على ايدي نفسها والهايلم انا شايفه بعينيا اهو. ميديال اند ميديال، لاترال اند لارج، الابر بوردر عليه نوتش اسمه الاسبلينك نوتش. ده حاطط في الصمغ كامل. يقول لك كده الاسبلين اهو، ده الكوستال سيرفس بتاعه ريليتد ل 9 و10 و11 ريبس. ده كده الميديال سيرفس. وادي كده حاجه اسمها الاسبلينك مين؟ نوتش. اللي انت شايفه ده اسمه الهايلم اوف الاسبلين. حط الاسبلينس بتاعتك. فوق الهايلم ده الجاستريك امبريشن. تحتيه رينال امبريشن. قدام خالص كوليك امبريشن. تاني جاستريك امبريشن رينال امبريشن كوليك امبريشن. وفي نهايه الهايلم الاقي التيلو بانكريس. يبقى تاني كوستال سيرفس ميديال سيرفس اسبلينك نوتش هايلم اوف ذا سبلين جاستريك امبريشن رينال امبريشن كوليك امبريشن. الحته الصغيره دي كده اسمها مين؟ تيلو بانكريس. ده سبلين برضه بس ايجيبشن سبلين. سبلين اوميجان. تمام في اكبر منه جوه في الجردل بس انا سايب لكم فجاه 25 سم كده. ادي كده سبلين برضه. شكله بيظهر فيه دي شويه. لكن على الرغم من كده الا ان الفيتشر الاساسيه موجوده. ادي الكوستال سيرفس اللي على ايديك الشمال. وادي الميديال اند الميديال. وادي اللاترال اند اللارج. وادي كده الهايلم اوف ذا سبلين. وادي الجاستريك امبريشن. وادي الرينال امبريشن. وادي الكوليك امبريشن. في نهايه الهايلم الاقي حاجه اسمها تبتدي. صعب الكلام؟ تاني كده يا دكتور بعد اذنك. النوتش عندي ممكن يبقى واحد او اثنين او ثلاثه. السبلينك نوتش ده نتيجه الجلسه بتاع حاجه اسمها سبلينك نوتيوز. تمام فاهم. يبقى واحد بس ممكن يبقى واحد او اثنين او ثلاثه. دي كده اسمها سبلينك نوتيوز. الصمت فيها. صعب الكلام؟ يبقى دي كده من ايه؟ في دي كده شويه. بص في شويه الغلاسات بقى بتاعت السنين. ادي اول غلاسه اهي. خش لها حته الخضار دي كده موجوده قدامك. اظن دي اسمه الانتستين هيبقى اقرب من الطبق. سؤال هو ليه يا ابني دي مش لارج؟ اصل الكرايتيريا بتاعت اللارج مش فيه اللي هي ساكليشن ابنديس ميلويكا تينيا كولار. مين ده؟ ده الروت اوف ذا ميزنتي. اه يبقى انت شايفه ده كده ده مين؟ ده الروت اوف ذا ميزنتي. وادي كده نفسها مين؟ الميزنتي نفسها. يقول لك ازاي تفرق ما بين الجوجرام والالم؟ ده سؤال نظري. هفرق ما بينهم ازاي؟ فوار بس قولت. خلاص طبعا على مستوى العملي يجي يفتح لك الحته دي. بص الحته دي كده عامله ازاي؟ شايفين منظر قدس اللي جوه دي؟ كتيره خمسه نص منظر القدس اللي هنا دي. شايفينها؟ شايفين الفولس اللي جوه دي؟ كل دي فولس جوه اهي. كتيرة خالصة. شايفينها؟ أنا كده جوه المين؟ جوه الجيوجنا. أصل الجيوجنا الفولس اللي جوه اسمها البلايكا بتبقى كتيرة أوي. تمام؟ بص الفولس اللي هنا دي. شايفين الفرق بين الاثنين؟ ادي كده المين؟ الالين. يبقى انت في الامتحان اللي يلزمك الاتي، هتخش على المنظر ده تشوف كده قدامك ده كده منبار. ده اسمه الانتستين. ادي يا عم الروت اوف ذا ميزنتري وهنا كده جوجنم والالين. هيقول لك فرق لي هات الجوجنم والالين، يبقى دايما فاتح لك تو ويندو زي ما انا فاتح كده. انت اللي هتعمله في الامتحان هو ايه؟
انت بقى تقوم بص على حاجه واحده بس. تمام، بص برضك على حته في الهيليوم اهي عامله ازاي؟ فص صغير خالص اهي. تمام؟ برضك انا هسيبها لكم في الاخر عشان برضك المهم تشوفها بعينيك. كل اللي هتعمله انك تقارن ما بين الفولز بس. هتلاقي الجوجل مليانه فولز والاليوم ما فيهوش فولز خالص. وبعدين انت بتتكلم بقى. خلاص انت مش عرفت؟ رحت ماسك الحته دي على اللي هي الجوجلون وده كده الاليوم. حضرتك من حيث الكالر دي لونها بينك لكن دي تبقى دي. اون سنسيشن دي تبقى سك لكن دي تبقى سن. كل كده مش موجود. كلهم اساسا لا هي بينك ولا هي بينك. منهم كله مختلف. لكن انت بتعمل ايه؟ انت عمال تتكلم. بالنسبه لللينس ده تبقى اقصر لكن دي تبقى اطول. بالنسبه للديامتر دي بتبقى وايد لكن دي بتبقى. وانت بتتكلم انت عمال تتكلم كلام ايه؟ نظري. نظري بحت. لكن في العمل انت عرفتهم من بعض ازاي؟ هم مفتوحين لك التقطين بالفولس. الطاقه اللي فيها الفولس كثيره هتبقى الجوجمنت. اللي فيها الفولس قليله هتبقى ايه؟ سبوت دايجوز. دي بنستخدمها في ايه بقى؟ يجي يدخل لك في الامتحان نظرا لدي اللي انت فيه مشكله كبيره جدا هتقابلكم السنه دي ان الامتحان كله في 3 ايام. ودي عمرها ما حصلت. يعني كل امتحانات الدفعه كلها هتبقى على 3 ايام. ما دام 3 ايام يبقى اذا العدد هيبقى ايه؟ هيبقى كبير وبالتالي في الكاتيجوريز مش عشان كده بدانا نشوف الافيلابيلتيز بقى. يبقى في اورجانز طلع لكم حته جي اي تي حته ستومك كل واحد ياخدها حته ويطلع بيها بجنب. تمام كده؟ يبقى دي كده جالك ده لوحدها. طب يا ابني البلاد سبلاي بتاع الجي اي تي ونخش بعديها على كده اي حاجه في الاكل. ندخل بقى على الحته الثانيه الجميله دي. نبص كده على المنظر ده كده. انا هسيب بص على الترابيزه عشان يبقى واضح. ادي كده المنظر بتاعنا. ادي الاستومك وادي الديودنم وادي كده في النص مين؟ البنكرياس. بص على المنظر ده كويس قوي. ادي الاستومك اهي. دي الكارديا بتاعت الاستومك. حتى بالاماره لما تيجي تفتح تلاقي الروزيت شيلد ابيرنس بتاع نهايه الاستومك. كنا بنشرحه دلوقتي في المنظر. في المنظر عامل ازاي؟ ادي الكارديا ومنظر الروزيت شيلد اللي كانوا بيقولوا لنا عليه في النظر. تمام؟ ادي الاستومك نفسها. ادي النسر كيرفتشر بتاع الاستومك. وماسك فيه النسر اوبنت. ادي الجريتر كيرفتشر بتاع الاستومك وماسك فيه المين. ادي الجريتر اوبنت اصلا. ومن فوق بقى ده بقيه الليجنز. يبقى ادي الجريتر اوبنت وادي الجريتر كيرفتشر. ادي النسر اوبنت وادي النسر كيرفتشر. ادي الكارديا. وادي البايلورس اهو مكان ايديا ده كده لمين؟ اعرفه ازاي دوت؟ البس جوانتي وتعالى حس. هتلاقي الحته دي سيك جدا. دي البايلورس. لو فتحت الاستومك من جوه تلاقي المنظر ده بيسموها روجي. منظر الاستومك من جوه مليانه ايه؟ فولس. لو بتدرى الفولس اسمها ايه دي؟ روجي. خلصت الاستومك. يبقى كاردي بايلورز لسر كيرفيتشو جريتر كيرفيتشو البروتونيال فولس اللي ماسكه فيهم ومن جوه روجي. ادي الفيرست بارت اوف ديودر. ادي كده السكند بارت. ادي كده الثيرد بارت اخر. ادي الفورس بارت. يبقى فيرست سكند ثيرد فورس. محوط لك حاجه اسمها الهيد او ذا بنكرياس. اللي وراها النك او ذا بنكرياس. اللي وراها البادي او ذا بنكرياس. وادي البروسيس الصغير اللي اسمه انسينيت بروسيس. يبقى دي الهيد طالع منها الانسينيت بروسيس. ادي النك. ادي البادي. وادي في الاخر نهايه البنكرياس. تيجي في ايه؟ والبنكرياس. تمام كده؟ تاني كارديا بايلوز لسر كيرفتشر جريتر كيرفتشر من جوه روجين.
ميسر اومنتر جريت اومنتر هيد اوف بنكرياس نيك اوف بنكرياس بادي اوف بنكرياس تيل اوف بنكرياس انسينيت بروسس اند الفيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت اوف ديوتي. شايف الفولد الصغير ده كده؟ نهاية الليسر بالبكتشر ده؟ ده كده الانسيسور انجلاريس يبقى ده كده البيلوريك انترا حاجة دي اسمها البيلوريك كانال واللي انا ماسك بعدها ده كده البيلوريك مين؟ نفتح بقى الحتة ده لقيته بيفتح خليك ذكي ما تستناش عم يسمع لقيته بيفتح لك السكند بارت اوف ديودرام خلاص خلاص اكتب ليه بقى؟ هو بيفتح يدور على ايه؟ قال يعني انت برضك ايه؟ دي انت مش هتشوف حاجه ولا هو هيشوف حاجه لكن ما دام فتح لك السكند بارت اوف ديودرام قال يعني قال يعني انا كمان بقى ايه؟ بدور على مين؟ في البوستروميديا الازرق على حاجه اسمها ميجر ديودنال بابيليا فاتح فيها الامبولا اوف فتر طب ممكن تلاقي في حاجه فيها ممكن الاقي ماينور ديودنال بابيليا صعب الكلام المنظر ده بص عليه كويس كده خلاص كده اخر حاجه عندنا ان شاء الله ربنا يا رب يبعدنا من نجم من سالك ادي كده الكدني ندخل على الكدني اول حاجه واهم حاجه في الكدني تعرف لي ايه رايت اون ليفت اهم حاجه تعرف مين الاول امتي سبلين لان في اورث خلاص كده يبقى دي كدني رقم 2 رايت ولا ليفت اعرف منين بص على الهايلم بتاع الكدني وبص على اليورتر بتاعك يبقى كلمه السر هتبقى فين تعال نبص كده مع بعض ادي اليورتر وترتيب الاستراكشرز اللي موجوده في الهايلاند بيبقى من قدام لورا فين ارتريورتر يعني سيبك من الفين دلوقتي اللي يلزمك انك هتبقى تلاقي ارتري وورا الارتري في مين بس خالص ادي اليورتر اهو اليورتر ميديال يبقى كده ميديال وكده لاتر اليورتر بوستيريور وده حتى بالامارة الارتري اللي ليه اليوم من قدام اهو يبقى انا كده انتيرو وكده بوستيريور اليورتر اللي تحت يبقى دي كده انفير وكده سوبير طبق القاعده بقى دي كده مين؟ رايت كدني عرفت منين دي كده رايت كدني؟ ما هو اليورتر ميديال اليورتر بوستيريور اليورتر انفير اتكلم بقى اتكلم مسك كدني ما تسكتش وتميله في الاخر رايت ولا ليفت لا اتكلم امسك اليورتر حضرتك انا بعرفها من اليورتر هو اليورتر بيبقى ذا موست بوستيريور ستراكشر في الهايلا اليورتر بيبقى داون وورد يبقى دي كده رايت ولا ليفت مش عرفت ان هي رايت خلاص ليه؟ ما تشوف اي حاجه ثانيه الباقي كله هيبقى كلام نظري مش دي كده رايت كدني؟ رايت كدني من ورا زيها زي الليفت الريليشنز بتاعتها تبقى ايه؟ من فوق دايفرام من فوق هيبقى مين؟ دايفرام اجي تحت الاقي ثلاثه ريليشنز ورا بعض سواس ميجور كوادريتاس لامبورم ترانسفيرسس ادومس تاني يبقى من فوق دايفرام من تحت سواس ميجور كوادريتاس لامبورم ترانسفيرسس ادومس يبقى دي كده الريليشنز اللي عاكدني منين؟ من ورا سواء كانت رايت ولا ليفت طب من قدام انا رايت كده يبقى كل ده كده شكل حرف السي ده هيبقى ديودرو اطلع لبره شويه من فوق لتحت الاقي اختصار كلمه سارس سوبرا رينا ليفر كولون سمول انتستين تاني يبقى بس اتنين سي شيب كده السي شيب اللي ورا الهيلم على طول ده الديودرم اطلع لبره شويه السي شيب الكبير ده من فوق ده هتختصر كلمه ايه؟ سالكس سوبرا رينا ليفر كولون سمول انتستين
سوبر رينال ليفر كولون سمول انتستين. صعب الكلام؟ ادي كده رايت مين؟ كدني. دخلت على كدني تاني تمام، وادي اليورتر بتاعه، عايز اعرف رايت ولا ليفت، اعرف ازاي؟ يقول لك طبق القاعده تمام. رقم واحد اليورتر ميديال، يبقى كده ميديال ولاتر. اليورتر انفيريور نازل لتحت، اليورتر بوستيريور ادي كده الارتري اهو، شايفين اليومن؟ وادي اليورتر وراه، بقى دي كده مين؟ ليفت كدني. بقى دي كده مين؟ ليفت كدني. يبقى دي اليورتر بوستيريور، اليورتر انفيريور، اليورتر ميديا، حطها على جسمك بقى دي كده مين؟ ليفت كدني. ليفت كدني من ورا نفس الكلام، من فوق دايفرام، من تحت سوس مير، كوادريتس دامبورم، ترانسفيرسس ابدومس. طب من قدام في النص كده بلاقي حاجه اسمها البنكرياس، يبقى في النص الاقي مين؟ بنكرياس. انزل تحت الاقي سمول انتستين لارج انتستين، سمول انتستين لارج انتستين. اطلع فوق الاقي اس 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 سوبرا رينال استومك اسبلين، سوبرا رينال استومك اسبلين. تاني ليفت كدني، عرفت ان هي ليفت من اليورتر، انا علفت كدني من ورا، يبقى ديافرام سوس ميجور كوادريتس دامبورم ترانسفيرسس ابدومينس. انا من قدام في النص البنكرياس، تحت سمول انتستين لارج انتستين، فوق سوبرا رينال استومك اسبلين كده. ادي كده بالنسبه لمين؟ ترتيب الاهميه تمام، الترتيب اللي بينزل في الامتحان ليفر ثم ليفر ثم ليفر، بعد كده سبلين سواء كان عاده او سبيشي، بعد كده الاقي شويه الحاجات بتاعت الجي اي تي، واخيرا الجين كده. دكاتره ده كده بالنسبه لمين؟ الاورجنز مذاكرتها تبقى مذاكره نظري، شكلها ده نظري، انت جاست بتطبق الرسمه على الاورجن، لكن محدش يتخيل انها تشوف امبريشنز ولا حاجه واضحه على اي اورجن. انت يا دوب بتطبق الكلام اللي ايه؟ رسمه النظري، بتحطها على مين؟ على الاورجن. تمام كده؟